السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة ولكن أهلا بكم. تقريبا كلنا مرة واحدة بنحس بالجوع الشديد جدا مبالغ فيه، تحس ان معدتك فاضية، جسمك كله فاضي، دماغك فاضية، ما تبقاش عارف ايه المشكلة، انت لسه واكل قريب. ده العصبية بتبدأ من تقلب المزاج، الانتاجية بتاعتك بتنخفض، تحس بحرقة، تحس ان جسمك كله فاضي بما فيه دماغك، انتش قادر تركز في اي حاجة، تحس بالحرقان والعصبية والتعب. ده بيكون نتيجة لفرز هرمون الموتيلين والجرينين، دول مسؤولين عن استفزاز المعدة او ان هي تحسسك ان هي لازم حضرتك عايز تاكل. بتبدأ تحس بالاعراض اللي احنا قلناها، وبيزيد عليها كمان ان حمض المعدة بيتم فرزه بشكل عالي. الهرمونات الجوع دي بمجرد ما بتنطلق في معدتك بتجعل الجهاز الهضمي جاهز لاستقلاب الطعام. طيب انا كجهاز هضمي مستعد لاستقلاب الطعام، بس هو مفيش طعام دخل، بيبدأ هرمون الجريلين يبعت لمخك انا جعان يا عم الحاج، اديني اكل، انا خلاص فاضي خالص. اللي يخليني للاحساس دوت هي اني سيستم جسمي على مواعيد معينة من الأكل، فأنا عملت تخطي لوجبة ما، أنا متعودة أفطر وأتغدى وأتعشى، لا أنا النهاردة أخرت الغدا شوية أو ما فطرتش أو حتى ما تناولتش العشاء. ده بيخليني أشعر بالجوع. ليه؟ لأن أنا عملت حرمان لجسمي من السعرات الحرارية اللي بتعود ياخدها في الوقت دوت بالمقدار دوت. خصوصا بيحصل مع الاكل السريع، الاطعمه الرخيصه، كثيفه الطاقه، السعرات الحراريه فود، والاكل اللي مليان بالسكر، لان السكر لما بتناوله بيرفع معايا السعرات الحراريه، بيعمل لها سبايك، على قد ما اترفع مره واحده على قد ما بينزل مره واحده. هو دي المشكله. ده كان رقم واحد. رقم اتنين، لو انا بتعافى من مرض معين، حتى لو برد او انفلونزا، الناس اللي عندها مقاومه انسولين برضو بيواجهوا المشكله دي. الحرمان من النوم ده بيؤدي معايا لفرز مستويات عاليه جدا من الكورتيزول، وده بيولد عندي رغبه شديده جدا في تناول الطعام، وخصوصا الوجبات السريعه الغنيه بالسكر والكربوهيدرات والصوديوم والدهون. لو انا بستهلك كميات من الكحوليات بتستفز وبتحفز الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد، بتزيد من الشهية، أنا ببقى طول الوقت عايز أكل وأنا بشرب كحوليات. الجفاف ممكن يكون سبب بإحساس الجوع. إزاي؟ ممكن تكون أصلا مش جعان، أنت ممكن تكون عطشان، أو ممكن تكون عندك وصلت لحالة من الجفاف الشديد جدا، فانت ما انتش عارف هو انت جعان ليه كده في حين ان انت عطشان اصلا مش جعان. الافراط في التدريب لو انت بتمارس رياضة، القلق والاكتئاب بيحفزوا الاكل العاطفي، التعرض لأطعمة مستفزة في الاعلانات والله ايه الجمال ده، فانا بيحفز شهيتي للاكل. الاعراض بتاعت المشكله دي بتبدا معايا بكركره في المعده، فعلا بطنك بتعمل صوت، اشتهاء الحلويات، الملح، الدهون، بتبدأ بعد كده تدخل في دوار وتعب وضعف، تبدأ أعراض القلق والأرتكارية وقلة التركيز، وبيفضل معاك الإحساس دوت بس مجرد ان انت تاكل خلاص بترجع بني آدم تاني، انت مو انت وانت جعان. يعني انا داخل على صيام، داخل على رمضان، ايه الحدوتة؟ الدراسات اثبتت ان الصيام المتقطع، وصيام رمضان يعتبر من نوع من انواع الصيام المتقطع، ان انا بصوم 16 ساعه الصيام المتقطع، خلاص في البدايه هتحس بجوع، بعد كده هتلاقي نفسك الجوع ده بيبدا ينحسر، بيبدا جسمك بيتعود على الصيام بمرور الوقت في الاوقات اللي انت عودته ان هو يصوم فيها، وده كلنا بنلاحظه طبعا في اواخر رمضان، خلاص شهر رمضان خلص، يلا بقى هناكل، هتلاقي نفسك اصلا انا مش قادر اكل فعلا، وهتلاقي نفسك طول ما انت الشهر رمضان معدتك مرتاحة وجسمك خفيف والدنيا معاك متظبطة، هو بس بيبقى اول يومين تلاتة اسبوع وبعد كده جسمك بيتعود. الناس اللي بتعمل دايت ايا كان نوعه ايه، بس علشان انا عايزة اخسس وزني، مجرد ان انت بتخسس وزنك ده معناه انك بتأيد السعرات الحرارية اللي جسمك متعود عليها، فده طبيعي جدا ان انت تحس بألام الجوع. لو انت متبع او متبع نظام دايت قصير المدى شغال مفيش مشكلة، طيب لكن لو انا عاملة دايت على المدى الطويل، ده خلي بالك ممكن يفسد عملية التمثيل الغذائي والشهية عندك. الكلام ده
ما بيتمش من دماغنا، لازم يكون تحت إشراف مختص والطبيب المختص. حرمان نفسك من الكثير من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية المهمة لجسمك ده بيخليك تتحط في وضع التجويع، بيتباطأ معدل الأيض لديك، فبتبدأ تشعر بالجوع أكتر من المعتاد. لو أنت فقدت وزن من جسمك ومستمر معاك الإحساس بالجوع، فأنت ما بتستهلكش الطاقة الكافية اللازمة لجسمك. لو أنت نشيط شغل كتير أو أنت كنت حامل، طبيعي أن أنت هتاكلي أزيد عشان ما تحسيش بألام الجوع وانخفاض الطاقة. نصايح مهمة جدا علشان ما نحسش بألام الجوع الشديد أو كده. رقم واحد، تناول وجبات متوازنة في نظامك الغذائي، ما يكونش معتمد على نسبة سكر عالية فيزود معايا السكر في الدم، فيبدأ الجسم يفرز الكثير من الانسولين في وقت قصير جدا، هتلاقي نفسك برضو رجعت تاني ان انت جعان. لازم الوجبات بتاعتك تكون بتحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة مش بسيطة خالص، والالياف والدهون. الفرق ما بين الكربوهيدرات المعقدة والكربوهيدرات البسيطة، الكربوهيدرات البسيطة بتتحول معايا في النهاية صورة الجلوكوز، فده بسيط، لكن المعقدة دي أكتر من ذرة جلوكوز، فبتاخد وقت أطول من تناول الكربوهيدرات البسيطة في عملية الهضم. تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبقوليات والخضار والحبوب الكاملة، ده يحصل تشبع لهرمون الجريلين اللي هو رز عشان الإحساس بالجوع. البروتينات مثل البيض واللحوم والبروتين باودر والزبادي بالإضافة للمكسرات والبذور. التزم بجدول منظم للوجبات بتاعتك، تناول الطعام كل 3-4 ساعات، اتخذ خطوات لمنع مقاومة الإنسولين أو حدوث مرض السكر من النوع الثاني، حافظ على صحة التمثيل الغذائي عندك، احصل على قسط كافي من النوم بالليل أرجوكو من 7-9 ساعات كل يوم، تمرينات معتدلة ده بيفيد صحة الهرمونات وصحة التمثيل الغذائي، لكن الإفراط في ممارسة الرياضة بيسبب من ضمن حاجات آلام الجوع المتكرر. أما تيجي تحس إن أنت جعان قوي، نصيحة، اشرب كوباية مية واستنى 3 ساعة، شوف أنت لسه حاسس إن أنت عايز تاكل ولا هو ده كان عطش وأنت ترجمته على إن هو جوع. إدارة الإجهاد، قلل التوتر، الملل، الإرهاق، المشكلات العاطفية. متى ترى الطبيب يا ترى؟ إذا كنت تتناول أدوية يومية، مضادات اكتئاب، أدوية السكر، ده ممكن يكون أثر جانبي سلبي للدواء. مقال مترجم عن موقع دكتور جوش اكس. خلصت حلقتنا النهاردة، كان معاكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن أتمنى أكون نال إعجابكم بالفيديو. اعملوا لي شير ولايك سبسكرايب، ودمتم سالمين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.